هذاك الممنوع محرك ليش؟ لأنه ما سوينا الدراكس. يوم حنبرجيكم شلون نسوي الدراكس بي بارت 2 بي ويا. تعالوا شوفوا البرمجة الدلوكس، يعني أضيفوا ديزاينها. هذا التبع القديم وحنعدل عليها يعني. فحنروح للديزاينر، الديزاينر البلوكس هو يعني فاضي، هنحط البلوكات. حنروح أول شيء للبروديكيور تو بروديكيور دو. هذا البروديكيور فينك تغيري الاسم، ممكن مول او مياو او موف او هيك. موف مول قصدي انه مثل يحرك المول تبعنا، الشخصية تبعنا. موف مول كتبته. بعدين هي حطت كول موف مول، انه مثل بالموف مول يساوي، هي حطت اول شيء فاضي. بعدين قال مثل انه وين مول تايمر، تايمر دو مول تايمر هو التايمر تبعنا، بصير يكال الموف مول. بالموف مول فينا نحط انبوت اكس هنحطه جوا، فينا نحط انبوت واي وهيك. نخليها اول شي هنيك لانه ما لازمنا اياها. هذا الموف مول حنخليها جوا المول تايمر. بعدين نروح لل ايميج سبرايت، لا زمناها موشن ونذكرها يعني. حنروح للبلوكس مرة تاني، حنروح للمول. set small x، لا فينا نروح للمول مرة تاني. وبعدين set كمان مول y، مول x ومول y. حنروح للماث وحنحط هذا، ممكن لنيناتون لنيناتون هيك. حنروح نقي مثل رقم او انه pick random، ناخد وحدة تاني pick random. هدولنا خليناها فاضيين بس لازم نحط يعني شغلة انه بعدين بصير error عنا. حنروح هنا هيك هيك، او اذا بدكم كنتوا فين كنتوا دوبليكيت. حنروح للكانفا كانفاس 1 وحنحط من كانفاس ويت، قصدي لا ما هذا، لانه هذا فين كتحطوه بهيك انه بلوكس، وهذاك لازمنا هذا لانه فينا يوسع جبونك اللي جبناها من هلا ما فينا يوسع. هل الكانفاس 1 كمان فيكم رينيم اذا بدكم، يعني اذا ما بدكم على شيء. اوكي سميناها احنا ماي كانفاس، يعني بصير بكتب ماي كانفاس دوت ويت. بعدين نروح للمول. مول دوت ويت كمان هل كودينج شي كبيرة. ولهذا كمان لازم نحط شي شغلة هنا، حندبليكيت هذا. هدولنا لازم نعيهم بس انه
للواي height. And my canvas dot height. وكمان set الزيلة مول height. مول dot height. هذا الكودين. هلا ممكن نحن نسوي هيك انه نرتب البلوكات شوية صغيرة على بس لازم نسوي رايت كليك وبعدين بصير في مثل تايدي بلوكس او انه شي شغلة مثلها. حنسوي واحدة تانية بس انه غير اسم مو موف مول. حنغير الاسم ل update score يعني انه غيروا سكور. هون حنحط الكول update score للreset score يعني انه مثل اول ما نكبس الreset button تبعنا بصير هو update score slash هذا. حنغير الاسم لا سكور بعدين حنروح للماث حنحط هون زيرو كمان حن بعدين نغير الرقم حنروح لل variable set ممكن score global score 2 هلا هون السيلة تمني أنا في length socket شو أنصحت شو socket هو شو لها سيحط جوا هون ما لازم نهي هلا محوا اول شيء بعدين تروحوا لسكور ليبل وتاخدوا ست score label dot text شوية يوم هذا كثير يصير بس أول ما هيك بس ما هذا الشيء لحنا نسيه هلا نكملها حط لحنا join من التكست في تنتين أراني هون واحدة وهون واحدة لحنا شي حط تنتين أوراق واحد منهم هو set التحتاني هو set global score هو من ال variables الأول واحد اللي جنب ال join سير text وسير ال score. يعني هذا الـ update score هو الفريق مع reset button والـ move mall هو مع الـ mall time إذا أخذته هاي مع الأشياء أنا كمان أخذته دائماً هلا أنا شيء أنظفهم خلي أنا واحد سطر هلا هلا لحنا نصير نحن نكمل اما فاريبل ناخذ الست قصدي الست
التحتاني الوحيد اللي عنده الجوين هو جلوبال جيت جلوبال الوحيد اللي جوا يسابة تنسي set global score to 0. هون اللي هنساب تا سكور هذا يصير عندك هذا ريل. إذا ما كن ياها أنت يصير بس من الأولى على الكودين مو أولى بس لسه. هلا رحنا يصير نسوي يصير ناخد من المول والمول تشت إكس وواي عندنا هون واي وإكس. هلا شو راح نسحب جوايا وين مول تشت؟ راح ناخد الست لوبل سكور وناخد احنا مو جيت من الفاريبل راح ناخد احنا شي ناخد ال class سيأكبر بعدين هذا اللي سير لا أنتوا سيشوفوا كم points أنتوا بتكون تاخدوا لحن ساعات class to global score class كم بتكون أنتوا مثل واحد ولا مية ولا ألف أنتوا بس حطوا الرقم وبعدين كم أنتوا تلمس المال أنتوا سيتاخدوا points أنتوا أخذتوا بس بعدين تقوم على هذا حطوا call noise vibrate milliseconds milliseconds لهنا سيحط رقم فينا نظهر وافتحه هلا انا فينا نظهر مرة تانية أنسي أفتح هلا شو أنسي حط هو math روح حط رقم شو رقم بدي أنا أنسي حط واحد إذا حطيتوا عشان الكلاس مية ماذا أنتوا حطوا ملي سكينز مية أنتوا حطوا ملي سكينز واحد السكور أنتوا حطوا قد ما بدكم هلا رح نشيل هذا الديزاينر وانا هذا ليد وهذا تحت هلا خلصنا عمل بروجرام شوفكم بعد هلا رح نشيل لكم اي كومبانيون ونحن الموبايل نتعب انفنتر هلا لازم تستنى شوي وبعدين هيك فين كنت تغيرون لون وكمان فين كنت اذا بتكون انتو لانو انتو اشتغلوا كتير عشان انتو تكبتونا مو يعني فين كنت انتو تغيروا هذا فين كنت تغيروا مثل 10,000 هيك بلشت من الاولى هلا تاخد 10,000 كلمة لا طلعوا يلا باي شوفكم تاني مرة لايك وسبسكرايب لا تبعنا تشانا لا ننسى شاركوا مع رفقاتكم وشوفوا الفيسبوك بيج عشان اكتر دي عشان اكتر تفاصيل يلا باي طلعوا بصحة وعافية.